نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن فرط الحركة وتشتت الانتباه، والنهاردة إن شاء الله هتكون آخر محاضرة. النهاردة إن شاء الله هتكون آخر محاضرة على أكاديمية الدارين إن شاء الله. تمام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أولا أنا برحب بكم جميعا، وإن شاء الله ندخل على طول في المحاور. أول حاجة إن شاء الله هنتكلم عنها النهاردة تعريف إيه هو فرط الحركة وتشتت الانتباه، وكيف أعرف إن كان طفلي مصاب بتشتت الانتباه أم لا، أعراض فرط النشاط أو النشاط المفرط، وكيف أتعامل مع الطفل مفرط النشاط، وإيه هي الخصائص التعليمية المرتبطة باضطرابات الانتباه وفرط الحركة، وتأثير الاضطراب على عملية التعلم، وآخر حاجة نتكلم عنها هي وسائل لعلاج تشتت الانتباه عند الطفل. هو ان شاء الله باذن الله كنت عايزه اتكلم عن تلخيص بسيط عن المحاضره اللي فاتت عن صعوبات التعلم، فلو حد عايز نتكلم عن صعوبات التعلم بايجاز اوكي، لو عايزين نبدا النهارده على طول على فرط الحركه وتشتت الانتباه اوكي برضه انا معاكم في الحالتين. فاشوف كده لو حضراتكم عايزين نقول ملخص بسيط ولا نتكلم النهارده في موضوعنا. طيب تمام، هنقول في ايجاز كده الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن صعوبات التعلم، واتكلمنا عن صعوبه النطق او اضطرابات النطق عند الطفل. اولا هنتكلم عن صعوبات التعلم. ايه هو صعوبات التعلم؟ صعوبات التعلم هي مشكله بتواجه الطفل في التعلم او الادراك من ماده معينه او من حاجة معينة، عنده صعوبة في الإدراك والفهم، وبتظهر في ثلاث حالات في حالة اللغة العربية والرياضيات، بتظهر في ثلاث حاجات وفي الذاكرة نفسها. واتكلمنا برضو ازاي نفرق بين الطفل اللي عنده صعوبات تعلم او عنده بطء في التعلم او متأخر دراسيا. قلنا ان اللي متأخر دراسيا بيكون عنده انخفاض في جميع المواد، اما بطيء التعلم بيبقى عنده انخفاض في بعض المواد وعنده كمان عدم القدره على الاستيعاب. اما اللي عنده صعوبه في التعلم بيبقى عنده مشكله في ثلاث مواد بس زي ما قلنا، اللي هم الرياضيات والقراءه والاملاء. هم دول اللي بيبانوا عند الطفل ان هو عنده صعوبات تعلم، وبيكون ايضا عنده اضطرابات في الذاكره والانتباه والتركيز والادراك. وهي دي الحاجات اللي بتميز الطفل اللي عنده صعوبات في التعلم، بقدر اعرف منها ان الطفل هذا مصاب بصعوبات التعلم. اما انواع صعوبات التعلم هم نوعين، نوع اسمه تعلم نمائية، وتاني واحد اسمه تعلم اكاديمية. هو انا مش عندي مدونه، انا بكتب على الايفنت بتاع الدارين اللي هو طفلي ومونتسوري. انا عندي جروب وعندي صفحه على الفيس، ممكن ابقى ابعتها لحضراتكم ان شاء الله بعد انتهاء المحاضره. لو حد مش عنده صوت ممكن يعمل ريفرش للصفحه. تمام، فاتكلمنا ان الطفل اللي بيبقى عنده صعوبات تعلم بيكون عنده صعوبة زي ما قلنا في الانتباه والإدراك والتفكير والذاكرة وحل المشكلات. أما الطفل الآخر نفس الطفل بس عنده مشاكل أكاديمية بتبان في القراءة والكتابة والحساب. ده ملخص سريع. وبرده قبل الطفل، إزاي أعرف إن الطفل مثلا في سن الأربع سنين إزاي أعرف إنه عنده علامات صعوبات تعلم؟
يكون قبل ال4 سنوات بيبقى عنده عشب في نطق الكلمات ومشكلات في تعلم الحروف والأرقام والألوان والأشكال وأيام الأسبوع، صعوبة في فهم الاتجاهات، صعوبة في الإمساك بالقلم أو الطباشير أو المقص، صعوبة في التعامل مع الأزرار وربط الحذاء. كل ده في السن قبل أربع سنوات. لو أنا معلمة الطفل كل الكلام ده وهو مش عارف يتعلمه وعنده عسر في التطبيق، ممكن أعرف إن الطفل ده مصاب بصعوبات تعلم بتبان من سن قبل ال4 سنوات. لكن لو أنا طفلي أنا معلمتوش بس وهو ما يعرفش، فطبعا هو أكيد مش هيعرف عشان أنا معلمتوش. لكن أنا لو علمت الطفل وبدأ الطفل مش عارف يتعامل بالحاجات اللي أنا علمتها له، ساعتها أقدر أعرف إن الطفل ده عنده صعوبات في التعلم. حضراتكم معايا؟ أما من سن 4 سنين ل9 سنين بيبان الصعوبات في إيه؟ في الربط بين الحروف والكلمات، ولما يجي يعمل جملة مثلا بيتلخبط في صناعة جملة، بيخطئ في التهجي باستمرار، بيخطئ في القراءة، ما بيحبش الحساب مثل الجمع والطرح، ما بيحبوش نهائيا، ويبقى عنده صعوبة في القراءة ودايما بيقرأ تحت ضغط. اما اسباب صعوبات التعلم احنا قلنا بيكون عيب وراثي، ممكن يكون مثلا اكتر من حد في العيله عنده مشكله في التعلم. وتاني حاجه بتكون مشاكل اثناء الحمل والولاده للامهات، مثلا صعوبه في الولاده او مشاكل الام وهي حامل في الطفل، ممكن برضو ممكن تكون مشاكل البيئه او التلوث. واخر حاجه اتكلمنا عنها عن علاج صعوبات التعلم، هما أول حاجة لازم يبقى الوالدين عندهم فهم للمشكلة، لازم الوالدين يبقوا متفاهمين إيه هي طبيعة مشكلة طفلهم عشان يقدروا يساعدوه، ويتعاونوا كمان مع المدرسة عشان يبعدوا عن الطفل أي توتر ناتج عن العلاج من هذه المشكلة ويقدروا يعالجوه بشكل طبيعي. وتاني حاجة برنامج تعليمي خاص للطفل نفسه، لازم يكون البرنامج التعليمي مناسب لحد الطفل، مش مطبق قبل كده لطفل اخر، لا هو مخصوص لهذا الطفل فقط. اما صعوبات النطق احنا بنقول ان في حاجات بتاثر على الطفل وصعوبات النطق عنده. في اطفال بتكون اصلا محبوسه في البيت او اختلاطها بين الناس ضعيف او خروجاتها ضعيفه، ما بتتقابلش مع اطفال اخرين، او مثلا مغتربين فمش بيتقابلوا مع ناس كتير، فالطفل يبدا تعداد الكلام او الكلمات اللي بينطقها بتقل، فالام بتقلق ان الطفل مش بيتكلم بالكلام اللي بتشوف بقيه الاطفال عليه. لكن هي مش بتراعي ان الطفل نفسه بيتاثر يعني بالناس اللي حواليه، الناس بتكلمه هو هيتكلم، الناس مش بتكلمه طبعا مش هيتكلم، وخاصه لو ما فيش حد في نفس سنه بيتكلم معاه. تمام؟ انا كده ما اقدرش احكم على طفلي ان هو عنده صعوبات او مشاكل في النطق، لان الطفل نفسه عنده مشكله انه مفيش حد بيتكلم معاه ومش عنده مخزون لغوي يقدر يتكلم بيه. تمام؟ فساعتها ما اقدرش اقول احكم على الطفل ده ان هو عنده مشكله، انا الطفل ده بس محتاج ان انا انمي عنده مخزونه اللغوي، اتكلم معاه، اكثف جهدي معاه شويه، اتكلم معاه كتير، اوديه حضانه مثلا، اوديه مكان في تجمع الاطفال عشان يقدر يتكلم معاهم ويقدر يكتسب منهم مفهومات ومرادفات لغويه اكتر عشان يقدر يكون منها الجمل والكلمات. اما لو لاحظت ان الطفل مثلا هو نفسه مش قادر ينطق، عنده مشكله في النطق، اتاكد انه سمع كويس، ولازم طبعا اعرضه على اخصائي هو اللي هيحدد الطفل ده عنده مشكله في الكلام ولا لا، محتاج تخاطب ولا لا، عنده مشكله في السمع لا قدر الله ولا لا، كل ده الاخصائي هو بيحدده. لكن الطفل لغايه سن 3 سنين ما اقدرش احكم عليه ان هو عنده اي اضطراب في النطق، حتى لو كان كلامه قليل او تعبيره قليل، ما دام الطفل فاهم ايه اللي بيحصل حواليه وبقول له هات الكوره، عارف الكوره فين وعارف الشنطه فين وعارف كل حاجه فين، يبقى الطفل ما عندوش اي مشكله في السمع، لكن بس محتاج شويه كلمات عشان يقدر يتعاون معايا ويقدر يتكلم معايا. تمام؟ ده بإيجاز اتكلمنا عن الحاجات دي المحاضرة اللي فاتت بإيجاز. كده في مشكلة ولا نبدأ ندخل في محاضرة النهاردة إن شاء الله؟
طيب نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ دلوقتي على طول عشان ما اعطلش حضراتكم. استاذة علياء ممكن حضرتك تعملي ريفرش عشان تقدري تسمعي. هنتكلم ان شاء الله عن اول حاجة هو فرط الحركة وتشتت الانتباه. يعني ايه فرط الحركة ويعني ايه تشتت الانتباه وازاي افرق الطفل اللي عنده فرط حركة والطفل اللي شقي شقاوة زيادة شوية. في بعض الاطفال بتبقى شقية جدا وتبدأ تتحرك كتير وتتنطط وممكن ما تقعدش في المكان خالص، فالام تقلق جدا وتحسب ان طفلها عنده مشكلة فرط الحركة وتشتت الانتباه، تبدأ تقرا كتير في الموضوع ده وتعتقد ان طفلها مصاب بهذا المرض يعني اللي هو فرط الحركة، وتبدأ قلقانة وتنقل قلقها للطفل. طب ليه؟ احنا دلوقتي هنعرف ان شاء الله الفرق بين فرط الحركة وبين الشقاوة العادية بتاعت الأطفال. هنعرف ازاي نتعامل ايضا مع الطفل لو اكتشفت ان الطفل عنده فرط حركة او عنده تشتت انتباه. هنعرف ان شاء الله بإذن الله نتعامل، بس اولا نعرف ايه هو فرط الحركة. فرط الحركة ده هو اضطراب زي اضطراب النطق او اضطراب صعوبات التعلم، ممكن يصاب به الطفل وهو يسمى فرط الحركة، فرط النشاط او ضعف التركيز، لان هما بيظهروا مع بعض. فرط الحركة وضعف التركيز بيظهروا مع بعض، لان الطفل بيبقى مش مركز في خطواته، مش مركز هو عايز ايه بالظبط، بيجري في اي اتجاه من غير تركيز. ممكن يتخبط، ممكن يقع من كتر الاندفاع والنشاط المفرط اللي عنده، وطبعا مش بيقدر يركز ولا في المذاكرة ولا بيركز اصلا في اي حاجة، ممكن مركزش كمان في الطريق اللي هو ماشي فيه. فالام طبعا لما بتلاحظ ان الطفل معندوش تركيز غير دقيقة واحدة او دقايق معدودة وكثير الاندفاع والنشاط من غير سبب، ما بيقدرش يقعد يسمع الدرس معاها مثلا او يقدر يتعلم حاجة، تبدأ طبعا لازم تقلق. وبرده الحالة دي بتصيب 3 إلى 5 من طلاب المدارس، يعني من 3 من الذكور، وأكثر الإصابة بتكون من الإناث. لا سوري، الذكور أكثر إصابة من الإناث، تمام؟ الذكور هي الأكثر إصابة. طب الموضوع ده ممكن يحصل ليه؟ عشان ممكن يكون سببه الطفل محروم من الحب والحنان والدعم من الأهل، ممكن يكون ده السبب. بس احنا برضو هنعرف بالتفصيل ان شاء الله ايه هو الاسباب. احنا كده عرفنا ان فرط الحركة هو ان الطفل ما بيقدرش يقعد في مكان ثابت اكتر من دقيقتين، دايما بيتحرك من غير هدف، ممكن ما يفكرش، وصعب جدا عنده التفكير والتركيز، ما عندوش تركيز نهائيا. طيب ازاي اعرف ان الطفل عنده تشتت انتباه ولا لا؟ اعرف ان الطفل ده عنده تشتت انتباه او لا. احنا دلوقتي هنتكلم من سن 3 سنين عشان الحالة بتبدأ تبان اكتر من الالتزام بالحضانة مثلا او بالالتزام بالقوانين. من سن 3 سنين تبدأ تظهر الاعراض على الطفل ان كان عنده تشتت انتباه او فرط حركة او لا. فمن سن 3 سنين لسن 5 سنين بيحصل ايه للطفل؟ الطفل بيكون عنده حركة مستمرة غير عادية، ما بيهدأش ابدا، ما بيقعدش في مكان اكتر من دقايق، عنده صعوبة بالغة انه يفضل قاعد لحد ما يخلص مثلا وقت الطعام، يعني حتى 5 دقايق ما يقدرش يقعد 5 دقايق او 10 دقايق على بعض. ممكن يلعب لفترة قصيرة بلعبة وبعد كده يسيبها ويشوف لعبة تانية، يعني بيمل بسرعة. عنده صعوبة في الاستجابة للطلبات البسيطة، يعني ممكن ما يركزش اصلا في الطلب اللي المنطقة بتقدمه له او بتطلبه منه، عنده صعوبة في الاستجابة. يلعب بطريقة مزعجة أكتر من بقية الأطفال، عنده دايما سلوك مزعج حتى بيعمل دوشة كتير، ممكن يفضل يقاطع الآخرين وبيتكلم من غير توقف. مثلا عنده برضه صعوبة كبيرة إن هو يستنى دوره في حاجة، مثلا ممكن ما يستناش دوره إن هو يلعب في اللعبة دي، لأ ما عندوش وقت إن هو ما عندوش صبر على الانتظار. ممكن برضه ما عندوش، اكيد مش عنده اصدقاء، لان هو بيسيء التصرف دايما مع الاطفال، وعلى فكره من غير قصده، يعني هو بيعمل كده من غير قصد، وبياخد برده الاشياء من بقيه الاطفال من غير ما يستاذن. وطبعا المدرسين بتصعب جدا التعامل معاه لان هو دائم الحركه وما بتعرفش تسيطر عليه. طبعا السن ده بيكون سن مثلا حضانه.
اما من سن 6 سنين لسن 12 سنه الاطفال دي بيكونوا بيلاقوا طبعا مشاكل كبيره جدا في الانضباط، ان المدرسه ده بيكون سن مدرسه بيكون صعب على الاطفال ان هم يعني يفضلوا قاعدين فتره الحصه، بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا ان هو يفضلوا قاعدين طول الوقت ده. فالطفل في الوقت ده بيكون يفضل يتحرك برده كتير، ما عندوش مشكله وما عندوش ما يقدرش يقعد في مكان، ما يقدرش يفضل قاعد في مقعده فتره طويله، تمام. وبرده بيفضل يشد انتباه الاخرين بالحركات اللي هو بيعملها دايما، لا يعني مش عارف يتبع التعليمات الموجوده في المدرسه، ما يعرفش يعمل الواجب بتاعه، بيسمعش كلام المدرسين، بيلعب بطريقه عدوانيه، بيتكلم في اي وقت من غير اذن، ممكن يجيب على الاسئله بسرعه من غير تفكير، مشوش دائما واشياءه بتضيع على طول. يعني دي بعض الصفات للطفل اللي عنده فرط تشتت انتباه، ده بعض الاعراض للطفل اللي عنده تشتت انتباه من سن 3 سنين لسن 12 سنه، تمام. طيب ايه هي اعراض الطفل اللي عنده فرط النشاط؟ احنا كده عرفنا اعراض الطفل اللي عنده تشتت انتباه. طب الطفل اللي عنده فرط النشاط برضه بيبدا يظهر من سن 3 سنين تقريبا، وبيزيد اكتر في سن المدرسه اللي هو سن 6 سنين، عشان الطفل بيبان اكتر ان هو ما بيقدرش يلتزم بالقوانين زي ما قلنا، كثير الحركه والقلق وقليل التركيز، دايما شارد الذهن، ما بيقدرش يقعد في مكان واحد طويلا، حتى لو قعد في مكان لازم يفضل يتهز او يتحرك باستمرار، ما بيقدرش يركز فترة كبيرة زي ما قلنا. الطفل طبعا زي ما احنا شايفين عنده الطفل اللي فات ده كان دايما بيتحرك بيلعب، اما الطفل الثانية عندها صعوبة في التركيز، كل الأطفال هنا مركزين إلا هي مش عارفة تركز. دي برضو من أعراض النشاط المفرط اللي زي ما قلنا بتبان في السن 6 سنين، بيبان أكتر في السن 6 سنين، كل الأطفال مركزة إلا هي مش عارفة تركز. وبرضو زي ما قلنا طبعا أكتر حد بيتأذي في الموضوع ده بعد الطفل هي الأم طبعا، لأن هي اللي دايما بتحاول تعالج المشكلة، دايما بتحاول تسيطر على الموقف، لكن غصب عنها وغصب عن الطفل هو مش قادر يسيطر كمان على نفسه، لان دي حاجه خارجه عن ارادته، دي هو عنده اضطراب مش قادر يعني هو مش قادر كمان يسيطر على نفسه، بيكون عنده مشكله في النوم، ما بيعرفش ينام بسهوله، يتقلب كتير جدا اثناء النوم، ممكن يكون سريع الاندفاع وسريع الانفعال من غير اي سبب، ممكن برده ما بيثبتش على نشاط معين، بيغير الانشطه كل شويه، حتى ممكن ما يكونش اتقنه كمان، عنده تأخر برضو في اللغة، ودايما عنده إحباط وقلة الثقة بالنفس. كل ده طبعا عشان الطفل بيبقى حاسس ان هو مش قادر يبقى زي صحابه اللي في نفس سنه، عنده مشكلة في التركيز زي ما قلنا، والمرض ده للأسف هو مش مرض، هو يعتبر اضطراب بس في الحركة اللي بيصاب بيه الطفل، بيقدرش من خلاله يخليني ميبقاش عارف يتابع اي معلومه سمعيه او بصريه للنهايه، يعني مثلا ما بيقدرش يتفرج على برنامج تلفزيوني للنهايه او يلعب لعبه معينه او يحدد هدف لحركته، ما بيقدرش، دي حاجه غصب عنه. طيب ايه هي الاسباب؟ ايه هي اسباب النشاط المفرط؟ هما 3 اسباب، أسباب عضوية وأسباب اجتماعية نفسية وأسباب بيئية. أما الأسباب العضوية هي بتكون مثلا أنيميا أو ضعف الغدة الدرقية أو نقص السكر في الدم أو ضعف السمع أو البصر أو إصابات في المخ لا قدر الله أثناء اتعرض لها الطفل أثناء الحمل أو الولادة، أو الأم مثلا تعرضت لأشعة معينة فيها يعني أشعة السينية اللي هي بتأثر على الجنين. أما تاني حاجة أسباب اجتماعية نفسية، هي ممكن مثلا بسبب سوء معاملة الولدين لبعضهم، ف
الطفل طبعا اتأثر نفسيا، أو العقاب البدني المتكرر للطفل، أو الحرمان من الرعاية الأسرية. تمام؟ ده أول سبب. ممكن يكون سبب عضوي زي الأنيميا أو ضعف الغدة الدرقية أو نقص السكر في الدم أو ضعف السمع أو البصر أو إصابات المخ لا قدر الله. تاني حاجة أسباب اجتماعية ونفسية، ممكن يكون بسبب سوء معاملة الأبوين لبعضهم أمام الطفل، فالطفل طبعا اتأثر نفسيا، أو العقاب البدني المتكرر للطفل، أو الحرمان من الرعاية الأسرية. ثالث سبب وهو أسباب بيئية، ممكن يكون بسبب وجود مواد حافظة، بياكل مثلا شيبس كتير أو أي حاجة فيها مواد حافظة كتير وملونة، وبرده ممكن يكون من تدخين الأم، لو الأم كانت مدخنة مثلا. تمام. هو هنا بيقول ان مشكله في الغده الدرقيه، يعني ممكن تكون قصور او زياده نشاط، ممكن كده او كده، بس هو هنا يعني هو المشكله بتكون مشكله في الغده الدرقيه، ضعفها او زيادتها ممكن برضه بتؤدي لنفس الموضوع اللي هو قصور النشاط او نقص او تشتت الانتباه. طب ازاي اتعامل مع طفل اللي عنده نشاط مفرط؟ هو حسب البحث اللي انا عملته هو ضعف الغده الدرقيه، ضعف نشاط الغده الدرقيه مش زيادتها. بس اعتقد اي اضطراب برضه بيأثر على الطفل، بس هنا البحث اللي انا كنت عاملاه قال ان هو ضعف الغده الدرقيه او الانيميا او نقص السكر في الدم وضعف البصر، الحاجات دي هي اللي بتأثر على تشتت الانتباه او فرط الحركه. طيب ازاي اتعامل مع الطفل اللي عنده نشاط مفرط؟ انا اكتشفت ان عندي طفل عنده فرط في النشاط، ازاي اتعامل معاه؟ اولا احنا يعني هنقول حبه حاجات، وممكن وانتم ان شاء الله اكيد عندكم الافضل، بس احنا هنتكلم بالراحه. اول حاجه ان انا لازم اشغل طفلي بحاجه مفيده، ما اخليش عنده وقت فراغ. هي الطفل اللي احنا شايفينه الام عامله له لعبه بسيطه، ده عبارة عن حبل ودي كرتون بيض، عارفين كرتونة البيض هم هي مقسماها وعماله بيها فراغات عشان يدخل فيها الحبل ده. دي لعبة بتخلي الطفل، بتساعد الطفل على يعني زيادة التركيز، بيخلي الطفل يقدر يركز أكتر عشان يدخل الحبل في الفتحة المخصصة له. تمام؟ فدي لعبة بتزود نشاط الطفل أو بتخلي عند الطفل حسن التركيز في الأشياء. فأول حاجة إن أنا لازم أقدم للطفل أفكار متنوعة كتيرة أشغل بيها وقت فراغه، زي اللعبة اللي إحنا بنقول عليها دلوقتي دي لعبة بتزود التركيز، أو زي المكعبات مثلا، أو ألعاب الفك والتركيب، أو الرسم والتلوين مثلا. تاني حاجة لازم نكون صبورين في التعامل مع الطفل، لأن هو عنده طاقة غير عادية، لازم نحاول نحولها لسلوكيات مقبولة طبعا، عشان نحاول معاه، لان هو برضه غصب عن الطفل مش قادر يسيطر على نفسه، فاحنا نحاول نخلي هذه الطاقه نحولها لسلوك مقبول في المجتمع عشان يقدر يتعايش معاه، عشان لما يوصل ان شاء الله سن الشباب ما يبقاش عنده مشكله في الموضوع ده، ما يبقاش مأثر معاه، يعني يقدر يتعامل مع المجتمع بشكل عادي، نقدر نعالجه بصوره طبيعيه. بس الموضوع محتاج شويه صبر من الام طبعا. واهم حاجه ان انا احاول اتعامل مع الطفل بهدوء، و يعني مع معمول بعنف، انا مش عايزه اعامل الطفل بعنف، هو عنده مشكله غصب عنه مش قادر يسيطر على نفسه، فاحاول اعامل الطفل بهدوء واحاول اظهر محبتي لطفلي وحناني، لكن برضه من غير افراط. وطبعا لازم اشعره باهميته معايا في البيت، ان هو ممكن يعمل معايا بعض المهام، ممكن اسند اليه بعض المهام البسيطه اللي تقدر، ممكن اسند اليه بعض المهام البسيطه. هنا برضو الصوره دي الام بتشغل وقت فراغ البنت، بتقص حاجات ممكن. تمام؟ يعني هي
اهم حاجه بس اشغل وقت فراغ الطفل. هنا البنت دي ممكن تكون بتقص صوره مثلا، او بتعمل بتركب، ممكن تركب بازل برضو، ممكن اشغلها بقى زي ما قلنا في المهام، هتزود ثقه الطفل في نفسه، وفي نفس الوقت حفز النشاط الزياده اللي عنده في حاجه مفيده. هنا الام بتخلي الطفل يساعدها في الاعمال المنزليه، مفيش مشكله انا اخليه يساعدني، بس طبعا تحت مراقبتي، لان الطفل زي ما قلنا عنده التركيز عنده ضعيف شويه، فمحتاج دايما حد يبقى معاه يقول له ماشي كده، برافو عليك انت شغال صح، برافو كمل، فما تسيبش الطفل، بس احاول اصرف النشاط في حاجه مفيده تفيد طفلي، وفي نفس الوقت ما حسش الطفل ان هو غير مرغوب فيه، لان بعض الامهات طبعا الله يكون في عونهم برضه لما انا عذراهم بتزهق، وطبعا بتمل ان هي الموضوع مش بيتحل، لكن مع الصبر والاستمرار ان شاء الله الموضوع هيتحل. واهم حاجه، اهم حاجه المكافئات، لازم اكافئ طفلي. لو مثلا قعد يوم يكون هادي، حاول يبقى هادي في يوم، امتنع عن السلوك الغير مرغوب فيه مثلا، لازم اكافئ طفلي. اهم حاجه يا جماعه زي ما قلنا هي المكافئات، عشان الطفل يبقى عنده دافع ان هو يستمر في حقيقه السلوكيات الايجابيه. واخر حاجه كنت عايزه اقولها في الموضوع، في ازاي اتعامل مع الطفل مثلا في النشاط، ان انا لازم اتعامل معاه باسلوب الترغيب وليس الترهيب. يعني احاول ارغب الطفل في السلوكيات الايجابيه بدل ما افضل اخوفه من السلوكيات، يعني احاول اتعامل معاه باسلوب الترغيب وليس الترهيب. واخر حاجه طبعا نحاول ما نوبخش الطفل امام الاخرين، ولا نرغمه على فعل شيء هو مش عايز يعمله، لازم اقنعه الاول. تمام؟ واهم حاجه طبعا هو الصبر طبعا. ربنا يا رب يكون في عونك. طب ايه هي الخصائص التعليميه المرتبطه بادراك فرق الانتباه والحركه؟ ازاي؟ ايه هي الحاجات اللي بتبقى مرتبطه بادراكات فرق الحركه والانتباه؟ اول حاجه هي ضعف القدرة على الفهم، زي الطفل اللي احنا شايفينه ده عمال يحاول ان هو يفهم، لكن غصب عنه هو مش قادر يفهم، عنده ضعف القدرة على الفهم، على فهم الحاجات الدراسية. اللي بتكلم على الأطفال بقى اللي خلاص هم في سن المدرسة، بيبقى عنده مشكلة شوية ان هو يستوعب المعلومات أو يستقبل المعلومات حتى شفهية أو مكتوبة، بيبقى عنده مشكلة ان هو يفهمها أو يستقبلها زي ما قلنا. فالأطفال دي عندهم ضعف القدرة على الإنصات، عشان هما الجهاز العصبي عندهم عنده ضعف في معالجة المعلومات المسموعة وربطها بالمعنى. تمام؟ يبقى أول صفة من الخصائص المرتبطة باضطرابات الانتباه هو ضعف القدرة على الفهم، يعني الطفل ما بيقدرش يفهم المعلومات اللي بيستقبلها، كانت سواء كانت مكتوبة أو شفوية، عشان هو أصلا مش عنده القدرة على الإنصات، عنده ضعف في القدرة على الإنصات للمعلومات. الجهاز العصبي عنده أيضا ما عندوش القدرة على معالجة المعلومات المسموعة وربطها بالمعنى. تمام؟ دي أول صفة أو أول خصائص أو أول حاجة الخصائص التعليمية المرتبطة باضطرابات الانتباه. تاني حاجة معلش أنا آسفة جدا، أنا عارفة ده صوت ولادي، معلش أنا آسفة. تاني حاجة
الاستجابة الخاطئة. انا حضراتكم معايا ولا عايز تاني؟ ربنا يخليكم معايا. طيب تاني حاجة هي الاستجابة الخاطئة. يعني ايه الاستجابة الخاطئة؟ يعني الطفل اللي عنده اضطرابات فرط الانتباه او تشتت الانتباه او فرط الحركه يبقى عنده قدره على الفهم زي ما قلنا، عشان عنده ضعف قدرته على التدبر. تمام. فالمشكله دي بتبان فين؟ بتبان في القراءه او الرياضيات. الكلام ده كله للاطفال اللي في سن المدرسه بتبان اكتر فيهم. من سن 6 سنين بتبان في الطفل. الطفل لو عنده فرط انتباه، فرط حركة وتشتت انتباه بيبان عنده ان هو يبقى عنده ضعف في الفهم وضعف في التذكر، ضعف على القدرة على التذكر، وأيضا لأن عنده مشكلة في الذاكرة طويلة المدى، ما بيقدرش يتذكر الأشياء. وبتبان هذه المشكلة بشكل واضح في القراءة أو الرياضيات، أو إن هو بينسى مثلا الحروف أو الأرقام أو العلامات الجبرية مثلا، الأشكال الهندسية، الحاجات دي كلها بتبان. فبتوضح ان الطفل ده عنده مشكلة او عنده اضطراب معين في الذاكرة. تمام. النقطة اللي بعد كده وهي كثرة النسيان وشرور الذهن. تمام. كثرة النسيان وشرور الذهن. الطفل بنلاحظ هنا، الطفل بنلاحظ هنا. حاضر يا حبيبة قلبي، هعمل تلخيص ان شاء الله بعد المحاضرة. حاضر. بنلاحظ هنا في الطفل ان هو عنده بينسى كتير جدا. دي اهم صفة بتميز الطفل اللي عنده اضطراب الانتباه والحركة، بنلاقي ان هو بينسى كتير، بينسى حتى ادواته المدرسية أو أداء واجباته المنزلية أو مذاكرته لبعض الدروس. وهكذا. أما شرود الذهن، تلاحظ إن الطفل ما عندوش انتباه تماما على التركيز في أي شيء، يتجاهل المنبهات الدخيلة، يعني ما بيحاولش أبدا ينتبه لأي شيء، هو على طول شاغل الذهن بيفكر في لا شيء. وعنده برضه تشتت متكرر، لأن الطفل زي ما قلنا عنده تشتت الذهن، سوري، عنده كثرة نسيان وشرود ذهن دائما. دي صفة مرتبطة مع الطفل اللي عنده فرط حركة وتشتت الانتباه. تمام. بس اهم حاجه احنا بنقول ان الطفل اللي عنده مشكله يبقى عنده اكتر من حاجه بتبان، يعني بتبان في اكتر من حاجه، مش بتبان في حاجه واحده. يعني ما تكونش حاله عارضه مثلا، الطفل نسي ادواته المدرسيه في يوم فبقت حاله عارضه. تمام. فمش يعني مش حاله عارضه، انا بقول دي حاجه دائمه عنده، ان هو دائما بينسى الادوات. لا، المشكلة مش بتكون مع الدراسة فقط، هي بتكون في كل حاجة، بس بتظهر أكتر في أيام في الدراسة، لأن الدراسة بيكون فيها التزام أكتر، في قوانين أكتر، فالطفل ساعتها بيبقى مش عارف يركز بالظبط في الدراسة ولا في القوانين ولا بيسمع كلام المدرس بتاعه ولا الواجبات المدرسية وهكذا، بيبقى عنده أكتر من حاجة شغلة ذهنه. فالطفل بيبان أكتر في سن المدرسة، بيبان أكتر عليه تشتت الانتباه أو فرط النشاط، بيبان أكتر في سن المدرسة. بس احنا ممكن نكتشف الموضوع ده في الطفل من سن 3 سنين زي ما قلنا، بيبان ان الطفل عنده صعوبه في التعلم، او لا مش غير سليمه، بس دي تبع قسم التربيه الخاصه في الدارين، هو اسمه كده المعهد الدارين التربيه الخاصه. دي مش اعراض غير سليمه، دي اعراض طبيعيه جدا ممكن يصاب بيها الاطفال عادي، لكن انا بتكلم لان هو تبع معهد الدارين للتربيه الخاصه. تمام. فاضطراب فرط الحركه ده مش مرض او مش حاجه تبع
مش حاجة وحشة، دي حاجة ممكن تحصل لمعظم الأطفال وأسبابها زي ما قلناها كتير. لكن أنا بقول دلوقتي الأعراض عشان يكون الطفل لو عنده كل الأعراض يبقى الطفل ده عنده تشتت انتباه أو فرط حركة، لكن لو الطفل نسي مرة أدواته أو مش مركز مرة في دروسه مثلا مقدرش أحكم عليه إن هو عنده مشكلة. لكن لو الموضوع اتكرر أكتر من مرة، وطبعا الأم تبقى قادرة تبقى عارفة، فالموضوع لو اتكرر الأم تقدر تحكم، وساعتها يا إما تتدخل هي وتذاكر كويس تقدر تعالجه، يا إما تعرضه على أخصائي لو الموضوع صعب عليها. تمام؟ يبقى احنا قلنا النقطة اللي بعد كده هي كثرة النسيان وشرود الذهن. الطفل دائما عنده شرود الذهن، عنده بينسى كتير، ممكن ينسى أدواته المدرسية أو ينسى دروسه، ينسى طلبات الأم طلبتها منه وهكذا. النقطة اللي بعد كده الكتابة الرديئة، يعني الطفل عنده خط وحش، مبيعرفش يكتب كويس، الإملا بتاعته مليئة بالأخطاء اللغوية، حتى لو كتاب قدامه برضه ممكن ينقل غلط، ممكن برضه طول ما هو بيكتب يفضل يمسح ويشطب ويعدل كلماته وهكذا. هو ده برضه سمة من سمات الطفل اللي عنده تشتت الانتباه أو فرط الحركة، بيبقى عنده مشكلة في الكتابة، تبقى كتابته رديئة، يعني خط وحش وأخطاءه اللغوية كتيرة، حتى لو بينقل الكتاب ممكن يغلط، ممكن يفضل يمسح ويكتب ويشخبط على السطر أكتر من مرة. ففي الشكل العام هتبان الصفحة إن هي شكلها مش كويس، فعشان كده بتسمى الكتابة رديئة. تمام؟ وطبعا الطفل المصاب باضطراب الانتباه أو فرط الحركة دايما بيبعد عن أي حاجة بتسبب له تفكير أو جهد عقلي، دايما عايز حاجة ما فيهاش أي جهد عقلي أو جهد بصفة عامة، لأن هو دايما عنده مشكلة، عنده صداع في راسه على طول، عنده ألم في بطنه على طول، والحاجات دي كلها برضه بسبب إن هو عايز يحاول يبقى يتواصل مع يبقى زي الأطفال اللي في سنه، بس هو مش قادر لأن هو عنده مشكلة، بس هي مشكلة بسيطة إن شاء الله تتعالج بسهولة. فالطفل اللي عنده فرط الحركة زي ما قلنا أو اضطراب في الانتباه دايما بيبعد عن اي موقف تعليمي بصفه عامه، او اي حاجه تحتاج لتفكير او جهد عقلي زي المسائل الرياضيه وهكذا بصفه خاصه. هو طبعا ممكن ما يقدرش يمشي، لا طفلك لسه في كي جي 1 لسه صغير، ممكن حضرتك تجرب بالتدريب هيقدر يمشي. من سنة 3 سنين بيبدأ الطفل يظهر عليه هذه الأعراض، قبل كده الطفل ممكن لأ، بس لو اكتشفت إن الطفل عنده حاجة واحدة بس أنا ممكن أقوم وأعالج يعني وأحسن من طفلي، لكن لو لقيت عنده أكتر من عرض للمشكلة يبقى طفلي فعلا عنده مشكلة. تمام؟ بس طفلك لسه في كيجي 1 يعني لسه بيبدأ يتعلم الكتابة، فممكن عادي ممكن عادي ان هو يغلط. تمام؟ لا صح. ابن الاولى تلاقيه وعنده تشتت. طيب مفيش مشكلة، أنا دلوقتي حضرتك أكيد يعني عرفتي إحنا نتعامل مع الطفل إزاي اللي عنده تشتت انتباه ولا لأ؟ ان شاء الله هكتب تلخيص ليها باذن الله بعد المحاضره او في اقرب وقت باذن الله، هكتب تلخيص عن المحاضره دي واللي فاتت ان شاء الله، تلخيص موجز كده، ويا رب تكون المحاضره دي تتسجل وتنزل ان شاء الله على الايفنت برضه.
الصوت واصل حضرتك، ممكن لو في اي مشكله في الصوت قولوا لي بس، يعني اعملوا اي رمز عشان ابقى واخده بالي. طيب استاذ عبد الرحمن، الالعاب المناسبه للطفل هقولها لحضرتك حاضر، بس اخر المحاضره عشان بس يبقى متصلين مع بعض. دلوقتي احنا هنكمل. دلوقتي هنتكلم عن تأثير الاضطراب على عملية التعلم. اعرف ليه الطفل مش عارف الطفل ليه يستقبل، مش عارف يتعلم ليه، الاضطراب ده بيأثر ازاي على عملية التعلم عند الطفل. النموذج اللي احنا شايفينه ده نموذج برودلين، بيبين لي ازاي ان عملية الانتباه هي اولى العمليات المعرفية اللي بيقابلها الطفل، هي عملية الانتباه. الانتباه ده بيجي من المثير، بيخلي فيه انتباه للطفل، اول حاجة بيكون انتباه. وبعد كده بعد يعني اول حاجة بتكون الانتباه، هي اول حاجة من العمليات المعرفية. لما يكون في اي خلل في العملية دي، في العمليات المعرفية، او بيكون فيها خلل بيأثر على المعالجة المعرفية، ما بيخليش فيه تحليل ادراكي للموقف او للعلم او للمعلومه اللي داخلاه، تمام؟ فلما يكون في مشكله في التحليل الادراكي، بالتالي بيأثر على الذاكره القصيره المدى، ان الذاكره القصيره المدى دي هي الذاكره العامله اللي فيها كل حاجه، اللي فيها التصنيفات والترتيب والتنظيم والمعلومات الجديده ومثلا والمعلومات القديمه والخبرات السابقه والكلام ده كله، كل ده موجود في الذاكره القصيره المدى او الذاكره العامله. فكل ده لما بيكون من الاول متاثر من الاول، فبالتالي بيأثر على الاستجابه للطفل، تمام؟ بقول تاني، نموذج او مخطط برودلين بيقول ان اي مثير بيوجه اي مثير بيوجه للطفل، زي مثلا معلومه او مدرس او حد بيتكلم مع الطفل، اول حاجه بيخلي فيه انتباه. الانتباه ده هو اول حاجه، اول عمليه معرفيه توجه للطفل. بعد كده لو في اي مشكله في العمليه المعرفيه دي، بتاثر على المعالجه المعرفيه اللي هو التحليل الادراكي، بتاثر على المعالجه. بعد كده لما بيكون في مشكله في المعالجه المعرفيه، بتاثر بالتالي على الذاكره قصيره المدى، اللي هي بيكون فيها الترتيب والتنظيم، اللي هي الذاكره العامله، بيكون فيها كل حاجه خاصه بالمعاملات اليوميه او بالمعاملات عامه، بيكون فيها الترتيب والتنظيم والتصنيف والمعلومات الجديده والخبرات السابقه، كل ده. فكل ده لما بيأثر بالتالي على الاستجابه للطفل. طيب ازاي بقى، ايه هي الوسائل اللي اقدر من خلالها اعالج تشتت الانتباه عند الطفل؟ اقدر اعمل ايه عشان اعالج تشتت الانتباه؟ اول حاجة الالعاب خارج المنزل. الحاجات اللي اقدر اعالج بيها تشتت الانتباه عند الطفل هتكون من خلال الالعاب والانشطه التعليميه والانشطه التعليميه المختلفه. اول حاجه في الالعاب هي الالعاب خارج المنزل، اكتر حاجه بتخلي الطفل يخرج كل الطاقه الزياده اللي عنده، وبتساعده على معالجه تشتت الانتباه اللي عنده، وهو اللعب خارج المنزل. تاني حاجة ألعاب البازل والتركيز، دي من أفيد الحاجات اللي ممكن بتخلي الطفل يزيد تركيزه أكتر، يخلي الطفل دقيق شوية عشان يقدر يركب الصور في مكانها الصحيح، ويربط الصور بأشكالها أو بأساميها. فالبازل أو ألعاب التركيب بتكون من أفضل الأشياء اللي بتخلي الطفل عنده حسن التركيز أكتر، بيزود عنده التركيز عند الطفل. القراءة طبعا، وهي من أحسن الحاجات اللي بتخلي برضو الطفل أعالج عنده أي مشكلة هنعالجها بالقراءة. زي ما قلنا القراءة برضو بتخلي الطفل نفسه يقدر
يعني بيخلي الطفل يتعامل بشكل افضل، بيحاول يركز اكتر. تمام. طبعا بقى القراءة دي كتيرة، ممكن قراءة قصص او قراءة القرآن الكريم، الام اللي تقرأ للطفل، وبرده تقرأ له ايضا قصص الانبياء او قصص خيالية، اي قصص انت عايزاها او اي كتب. فالقراءة هي مفيدة جدا للطفل، بتعالج اي مشكلة، وبتخلي الطفل كمان نفسه يبقى عايش في عالم تاني خالص، عالم مشوق. فاهمني؟ فزي ما قلنا القراءة ايضا بتساعد على، هي من الأنشطة اللي بتساعد على تخلي الطفل يركز أكتر. والنقطة اللي بعد كده وهي الرسم والتلوين، الرسم والتلوين أيضا بتخلي الطفل يطلع كل المواهب اللي عنده، ويخرج كل الطاقة اللي عنده بصورة إيجابية. ومش مشكلة لو الطفل خرج عن الخط مرة، بس نعوده تاني ونحاول معاه تاني عشان يركز أكتر ويعرف يرسم الرسمة صح، او يعرف يلونها صح. فالرسم والتلوين ايضا من الانشطه اللي بتخرج اي طاقه عند الطفل، وبتساعده اكتر على التركيز زي ما قلنا، عشان بيحاول يقلد الرسومات او يرسم او يلون في الخط نفسه. واللعبه اللي بعد كده الالعاب الحرفيه دي برضو كويسه جدا جدا، الطفل يخرج فيها طاقته، زي العاب برضو التركيب زي ما احنا شايفين. دي العاب دي ممكن تكون مشهورة، ألعاب الحرفية هتلاقوها برضه على الإنترنت ابحثوا عنها. فدي برضه حلوة جدا، الطفل يقدر يخرج فيها طاقته ويلعب بيها، وممكن يلعب بيها في ألعاب جماعية هيبقى سعيد بيها جدا. واللعبة دي بقى أعتقد إن الأطفال كلها تحبها، هي اللعب التمثيلي. الأطفال كلها تحبها أعتقد، لأن بتخلي الطفل يتقمص شخصيات مختلفة. هنا الطفل متقمص شخصية طباخ، ممكن طفل تاني يتقمص شخصية دكتور أو شخصية مدرس أو ممثل، أي حاجة. تمام. طبعا لو بتكون بقى مثلا مسرحية لعبة تمثيلية بين الأم والطفل بتبقى لذيذة جدا، الأطفال بتحبها جدا جدا. فبرضه الحاجات دي حلوة، بخرج طاقة الطفل في حاجة مفيدة، بعلمه من خلالها حاجة. هنا الطفل ممكن أعلمه خلالها ازاي يرتب أدوات المطبخ، أو ازاي يقطع الطماطم، ازاي يمسك السكينة من غير ما يعور نفسه. ممكن لعبة تانية مثلا مدرس ازاي يمسك التباشيرة ويكتب، ازاي يصحح الكراريس، وهكذا. يعني انت برضو تقدروا تبدأوا في الحاجات دي. يبقى النقطة اللي بعد كده اللي هي اللعب التمثيلي. وكده المحاضرة خلصت. احنا اتكلمنا في المحاضرة دي عن أكتر من حاجة، هنذكرهم مع بعض سريعا. اتكلمنا عن، لا، اللعب على الاجهزه الذكيه ما يفضلش في هذه الحاله خصيصا، عشان بتزيد الطفل من كثره تشتته، بتخلي الطفل متشتت اكتر. فيفضل الالعاب الذكيه في هذه الحاله، يفضل ان هو الطفل يبعد عنها تماما. لو عنده فرط حركه او تشتت انتباه، يفضل الطفل يقلل منها ويبعد عنها، يلعب الالعاب اللي احنا قلنا عليها دي، هتكون افضل له. ايه اللي مش بيحبها؟ لا، يفضل ما يلعبش بالالعاب الاجهزه الذاتيه تماما، ولو بيحبها يقلل منها، عشان هي بتزود تشتت الانتباه عند الطفل، مش بتفيده، بالعكس بتضره. فاحنا نحاول نخلي اللعب يكون لعب قصص زي ما قلنا، او البازل او التلوين او اللعب خارج. هو طبعا في ادويه لعلاج تشتت الانتباه، لكن انا ما اقدرش انصح باي ادويه، لان انا مش دكتوره. انا فقط بوجه، بعرفكم ايه هو المشكله. لكن يعني الادويه اللي تقدر يحددها هو الدكتور الاخصائي فقط اللي عارف حاله الطفل. في طبعا ادويه كتيره، لكن انا مش هقدر اقول اي، مش هقدر. هو انت يفضل الاول تتاكدي من سلوك الطفل ان عنده مشكله او لا. لو اتاكدتي ان هو عنده مشكله فعلا، فحضرتك تبداي. لو هو عنده مشكله، انت شايفه ان هو عنده مشكله من ايه، برضو الاخصائي هو اللي يحدد هو عنده مشكله تتعالج بالعلاج السلوكي ولا العلاج
الطبي عشان هو الاخصائي بيبقى عارف حاله الطفل وهو اللي شايف الطفل. في بعض الاطفال بتعالج علاج سلوكي وبيخلص، بيكون العلاج بين المدرسه والابوين وخلاص الموضوع بيتحل كده. لكن في بعض الاطفال بتحتاج لادويه عشان تهدي شويه من نشاطها المفرط او تساعد شويه على التركيز، تمام؟ فانا مش هقدر، يعني انا مش هقدر احدد ان انا مش دكتوره وانا مش شايفه حاله الطفل. الفرق بين النمائية والأكاديمية، النمائية بيكون الطفل عنده مشكلة في الانتباه والتركيز والحواس، تمام؟ أي حاجة التركيز زي ما قلنا. أما الأكاديمية بيكون عنده مشاكل في التحسين زي وبتبان أكتر في الإملاء واللغة العربية والرياضيات، بتبان أكتر لما الطفل مش عارف يحفظ الحساب أو يبقى عنده مشكلة في الجمع والطرح وهكذا، زي صعوبات القراءة أو الكتابة أو الحساب زي ما قلنا. أما النمائية اللي هي في الانتباه والإدراك والذاكرة والتفكير يبقى عنده مشكلات فيهم. ده الفرق بين الصعوبات النمائية والأكاديمية. في بعض الأطفال بتتذكر الأماكن والمواقف والناس فعلا، وفي ناس تانية بتنساها متبقاش مركزة فيها، فبرضه ده مش مقياس. لو طفل عنده مشكلة دي بتبقى مرة واحدة مش بيتذكر فممكن ما قلقش، لكن لو عنده المشكلة دي اتكررت كتير وخاصة في المواد الدراسية بتاعتها أبدأ أقلق. لو اتكررت أبدأ أعرضه على أخصائي أو أتعامل معاه أنا علاج سلوكي في البيت. ممكن برضه إن شاء الله أكتب لكم العلاج ده إن شاء الله بإذن الله على صفحة الإيفنت. حاضر، إن شاء الله هكتب تلخيص ليها بإذن الله يا أم رتال. حاضر. معلش يا هبة، حاولي تطمني الطفل أكتر، وطبعا ممكن يكون حد أو حد مثلا عمل له حاجة أو اتخض وكره المكان، معلش حاولي تطمني الطفل أكتر تطمنيه أكتر، ومفيش مانع إن هو يبقى في حضنك أكتر وقت وتطمنيه على طول. وأهم حاجة إن أنت تطمنيه مفيش حاجة، تعالى بص عندك مع بعض الحمام، بص مفيش حاجة، عندك مع بعض الأوضة مفيش حاجة، تمام؟ حاولي تطمنيه أكتر. وبعد كده ان شاء الله هي فترة صغيرة وهتعدي بإذن الله، هو بس محتاج بس شوية اطمئنان اكتر. جزاكم الله خير جميعا. طبعا القراءة والكتابة بتأثر على بقية التحصيل، بس هو بيبان اكتر في القراءة والكتابة والرياضة، بيبان اكتر في صعوبات التعلم في ثلاث مواد دول. طبعا لازم يكون في كذا عرض لموضوع صعوبات التعلم او فرط الحركه، لان ممكن الطفل يكون عنده شقاوه زياده شويه، مش عايز يركز عشان هو فاهم بس مش عايز يبين لك او مش عايز يذاكر، تمام؟ فانا لازم يبقى عندي كذا حاجه عشان اقدر احكم الطفل ده عنده مشكله فعلا ولا بيتدلع ولا هو بيشقي شويه. وانا ان شاء الله باذن الله شويه كده هنزل التقييم باذن الله عن المحاور اللي اتكلمنا عنها النهارده. اتكلمنا النهارده عن تعريف فرط الحركة وتشتت الانتباه، ازاي اعرف طفل عنده تشتت انتباه او لا، ايه هي اعراض النشاط المفرط، ازاي اتعامل مع الطفل اللي عنده فرط في النشاط، ايه هي الخصائص التعليمية المرتبطة باضطراب الانتباه والحركة، وايه هي تأثير الاضطرابات دي على عملية التعلم، واخر حاجة اتكلمنا على وسائل لعلاج تشتت الانتباه بالالعاب عند الطفل. هكتب حاضر باذن الله بعد قليل باذن الله، هعمل تلخيص سريع للحاجات اللي اتكلمنا عنها النهارده. جزاكم الله خير جميعا، وشكرا لحسن استماعكم ليا، والنهارده اخر محاضره. لو عايزين تتابعوني ان شاء الله تابعوني على الايفنت
عشان هقول لكم ازاي نتواصل لو في محاضرات جديده على اكاديميه الدورين التربيه والصحه النفسيه. معلش انا مش فاهمه التربيه والصحه النفسيه ايه. هو بالنسبه للشهادات للاسف ما فيش شهادات، انا كنت فاكره ان في شهاده لكن مفيش، عشان احنا المفروض كنت ادي 7 محاضرات لكن انا مرتبطه بمحاضرات ثانيه للاسف مضطره اخلصها النهارده، فان شاء الله باذن الله يكون في محاضرات ثانيه وان شاء الله احاول نتقابل قريب. هنتكلم عن نوبات الغضب، حاضر يا استاذه ريهام قريبا ان شاء الله تابعوني، وان شاء الله برضه نتقابل ثاني على اكاديميه الدارين باذن الله. هينزل على صفحه الايفنت بتاعت الايفنت اللي حضراتكم دخلتوا منه الرابط. برنامج العلاج الخارج بيبقى عندي جزئين، علاج سلوكي وعلاج طبي مع الدكتور، وفي الحالتين بيبقى برضو مع الدكتور هو اللي بيحدد. فحضرتك لازم اولا تبقي عارفه طفلك عنده ايه، مشكلته ايه بالظبط، وبعد كده تقدري تحددي طفلي هقدر اتعامل معاه بنفسي، انا اقدر اعالج مشاكله ولا لا. لو اكتشفت ان الموضوع ده في الطفل وهو كبير شويه هيبقى صعب شويه ان انا اتعامل لوحدي، هحتاج دقائق عمليه. ف ربنا يا رب يعني يحفظ كل اولادنا يا رب ويكونوا احسن اولاد في الدنيا. الموضوع زي ما قلنا في الاول خالص هو محتاج شويه صبر بس، ومحتاج ان احنا نفهم بس حاله اولادنا هم ايه مشكلتهم عشان نقدر نتعامل معاهم، عشان لما الطفل يبقى شقي شويه ما افضلش اضربه واقعد ساكت اقعد ساكت. في بعض الاطفال مش بتقدر تسيطر على نفسها زي ما قلنا، عندها اضطراب معين، فعشان كده بنقول نفهم اولادنا ايه مشكلتهم عشان نقدر نتعامل معاهم. واسعدتوني جدا بتواجدكم النهارده معايا، وان شاء الله باذن الله نتقابل قريبا في محاضرات ثانيه. وجزاكم الله خيرا جميعا، ولو في اي حاجه تابعوني على صفحه الايفان او صفحتي الشخصيه بقى. في اي سؤال او في اي حاجه قبل ما في اي حاجه غير واضحه؟ يا رب اللهم امين يا رب. جزاكم الله خير جميعا. حاضر يا رب اللهم امين. الدبلومه حضرتك كلميني على الخاص وانا هقول لك نظامها ايه، وادخلك الجروب بتاعي اللي ببقى عليه كل المحاضرات بتاعتي او الدبلومات. فده رابط الايفنت، ده رابط سوري الصفحه الشخصيه. وبرده انا هكتب دلوقتي باذن الله بعد قليل هنزل التلخيص بتاع المحاضره دي وتلخيص سريع للمحاضره السابقه. ولو في اي حاجه بقى كلموني ان شاء الله على الايميل او كلموني على الايفنت، مفيش مشكله. اي حد يكتب اي سؤال انا بحاول على قد ما اقدر ارد على كل الاسئله على قد ما بقدر. وجزاكم الله خير جميعا، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.